بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض إن شاء الله الجزء الخاص بفرع المنطق. وده احنا كده خلاص الجزء الأولاني، الفيديو الأولاني احنا عرفنا بمنتهى البساطة كده أهم النقط اللي ممكن تيجي في أسئلة في الفلسفة. تعال نشوف المنطق كده مع بعض واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدينا كلامنا عن المنطق والتعريف والنشأة والكلام ده كله. في أول حاجة خدنا حاجة اسمها تعريف المنطق، وقلنا إن في تعريفين للمنطق. أول حاجة التعريف اللغوي، ولغوي أصل كلمة منطق دي اللغة الإنجليزية بتقال منطق يعني لوجيك. لوجيك دي جاية من كلمة يونانية اللي هي لوجوس، ولوجوس دي الكلمة اليونانية معناها العقل. في اللغة العربية الموضوع ما اختلفش كتير، فكلمة المنطق جاية من النطق، والنطق يعني كلام صادر عن التعقل. طيب ده بالنسبة للتعريف اللغوي. بعد كده جينا للتعريف الاصطلاحي، وقلنا ان المنطق ده علم بيدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. العلم اللي بيدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح، يعني بمنتهى ببساطة كده ايه القواعد اللي انا لو مشيت عليها تفكيري هيكون صح، مش هغلط وانا بفكر او هفكر بطريقة غلط. طيب المنطق في حياتنا، هل احنا بنستخدم المنطق في حياتنا؟ اه والله الانسان العادي بيستخدم المنطق دون الحاجه لدراسته. هو اصلا كل اللي عملوه المناطقه او بتوع المنطق ان هم قعدوا يشوفوا الانسان لما بيفكر صح ايه القواعد اللي طبقها، وابتدوا يطلعوا لي القواعد دي عشان اخلي بالي وانا بفكر ما اغلطش. وبقى احنا خدنا بقى السنه اللي فاتت الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد يغلط وهو بيفكر حاجات كتير، تغليب عاطفه على العقل وتسرع في الحكم وكل الكلام ده كله. طيب ده بالنسبة للمنطق في حياتنا. أنا دلوقتي لو حد جه سأل لي مستر هو إحنا عملنا الفصل عمل إيه؟ الدرجات عملت إيه؟ هقول له والله الفصل كله نجح. هيقول خلاص يبقى هو كمان عارف كده إن هو نجح، لأن هو جزء من هذا الكل اللي هو الفصل، فبالتالي ما ينطبق على الكل أكيد هينطبق على الأجزاء. إحدى كده استخدام للمنطق دون دراسة بيحصل في حياتنا اليومية. طيب هل المنطق مهم؟ طبعا أكيد المنطق مهم. ايه اهميه المنطق؟ والله ده المنطق ده بيساعد على ان احنا نفهم حاجه اسمها مبادئ الاستدلال المنطقي ومناهجه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاستدلال احنا هنفهم الاستدلال كيف نستدل، ازاي يكون عندي معلومه اوصل منها لشيء كان مجهول بالنسبه لي، فالانتقال من المعلوم للمجهول، او ان انا استدل يعني ابتدي ان انا خلاص عندي مقدمات اوصل منها لنتائج، ده اسمه استدلال. فانا هعرف ازاي استدل من دراستي للمنطق. طيب هقدر اميز بين الادله السليمه والادله غير السليمه. لو انا حد مديني دليل معين على شيء، اه والله هقدر اكتشف ان الدليل ده غير سليم وملوش علاقه بالحاجه دي، ده هقدر افهمه من خلال دراستي للمنطق. هتحرر من تاثير العاطفه اللي بتخليني ساعات اغلط كتير وانا بفكر، او ان انا مثلا ابتدي اكون ناشر للشائعات، كل ده ان انا مش هصدق اي حاجه بسمعها وخلاص، كل ده هستفيده من المنطق. التحرر من تاثير العاطفه والاستهواء، وعرفنا الاستهواء اللي هي الناس اللي بتصدق من غير ما تفكر وتبتدي تعيد نشر الحاجات اللي صدقتها دي، ومن هنا بتبتدي الاشاعات. الشخص اللي هيدرس منطق هيكون عنده تفكير ناقد، بيبتدي يبص على المقدمات كويس ويفحصها كويس، المعلومات اللي عنده يبتدي يفحصها كويس قبل ما يطلع منها بنتيجه. هيعرف ان الشخص الدارس للمنطق ده عارف ان كل لفظ لازم يختاره بدقة، لان كل لفظ بيوصل معنى معين. وبالتالي شخص كمان اللي دارس للمنطق بيحصل عنده مش بس تنمية في التفكير الناقد، كمان تنمية في الروح العلمية اللي هو ازاي يبحث او يعرف يكون عنده امكانية استخدام مناهج البحث. نشأة المنطق معروف لكل الناس ان المنطق واضعه الحقيقي هو أرسطو، استنادا على أفكار هيراقليطس وسقراط وأفلاطون. ارتكز أرسطو على هذه الآراء وحط لنا المنطق، وعمل كده كتاب اسمه الأورجانون. يعني إيه أورجانون؟ يعني آلة الفكر. وقال والله المنطق ده المدخل بتاع كل العلوم، أنت عايز تدرس أي علم في الدنيا لازم الأول تكون عارف إزاي تفكر. طيب وبالتالي المنطق هو المدخل لكل العلوم. طيب هل الكلام ده هيتكرر تاني قدام؟ تعال نشوف. الفارابي قال ان المنطق ده هو لغه فوقيه. يعني ايه اللغه الفوقيه؟ يعني اللغه اللي كل العلماء هيستندوا عليها، مفيش عالم فوق اللغه دي، مفيش عالم ما يقدرش يستخدم. لا ده انا عشان استخدم المصطلحات وتبقى واضحه لينا كلنا كعلماء مع بعض لازم هنلجأ للمنطق، هو اللي هيخليني احط المصطلح ده بدقه.
فما لا يحصل لبس ولا يحصل غموض. الغزالي ده برضو تاني واحد من الفلاسفة المسلمين أو علماء المسلمين. الغزالي أعلى من شأن المنطق، رفع من شأن المنطق أكتر وأكتر، وقال أنا لا أثق بعلم من لم يدرس المنطق. لو واحد مش دارس منطق وعنده أي علم في الدنيا أنا مش هثق في علمه ده. طيب فليه يا سيدي؟ قال لك أصل المنطق هو الآلة التي تعصم الفكر من الوقوع في الخطأ، فأكيد علمه ده مليان أخطاء لأنه مش دارس للمنطق. وقواعد المنطق لا تحابي رأي ولا تعادي موقف، يعني هي مش بتجامل حد، عاملة زي السيف كده ماشية على قواعد ثابتة. والمنطق ده معمول لكل الناس مش بس حكر على الفلاسفة. ده بالنسبة لآراء الفلاسفة أو إزاي الفلاسفة استخدموا كلمة منطق في العصور المختلفة. طيب نيجي لعلماء أو في القرن ال19 إيه اللي حصل؟ والله نيجي كده من أول واحد اسمه برتراند راسل، قاعد يقول لي والله شوف المنطق تطور إزاي ووصل لغاية إنه بقى عامل زي الرياضيات بالظبط. فتطور المنطق وأصبح أكثر اقترابا من مناهج الرياضيات، بقى كل المنطق ده بدل ما هو شبه المنطق اللي احنا بناخده دلوقتي في كلمات وحاجات كده، لا ده بقى كله رموز. فالمنطق عشان بقى بيستخدم رموز بدل ما بيستخدم ألفاظ فسموها المنطق الرمزي. وساعات كده تحس في حاجات رياضية فسموه المنطق ساعات الرياضي، فيتسمى منطق رمزي، يتسمى منطق رياضي. المهم إن احنا نبقى عارفين إن ده اللي وصل له أو التطور اللي وصل له المنطق في القرن ال19، وهتعرف السنة الجاية إن شاء الله إزاي إن المنطق ده تطور لغاية ما بقينا بنستفيد منه في صناعة الإنسان الآلي اللي هو الروبوت. هنيجي بعد كده نتكلم عن حاجة اسمها المنطق واللغة. أكيد المنطق ليه علاقة وثيقة باللغة. تظهر العلاقة دي فين؟ يقول لك المنطق بيدرس التفكير الإنساني وبيدرس الوسائل اللي بيعبر بيها الإنسان عن أفكاره اللي هي اللغة. يقال أن اللغة هي الفكر المنطوق، والفكر هو اللغة غير المنطوق. اللغة اللي أنا بتكلمها دي عبارة عن إيه؟ أفكار وأنا نطقتها. طب والأفكار اللي جوايا لا لسه ما نطقتهاش عبارة عن لغة لسه ما نطقتهاش. ففي علاقة وثيقة بين الفكر وبين اللغة، والمنطق بيدرس الفكر ده. طيب نيجي بقى لحته مهمه قوي كده، ابو حيان التوحيدي بيقول لي ايه؟ بيقول ان المنطق نحو عقلي، يعني الفرع النحو بتاع اللغه العربيه اللي احنا بندرسه ده اللي هو بيرفع ويضم ومش عارف ايه واعراب وحاجات كده. العقل بتاعي محتاج حاجه شبهه، زي ما النحو كده بيظبط لي اللغه، العقل كمان محتاج حاجة شبه النحو كده تظبط لي الأفكار بتاعتي اللي هو المنطق. فالمنطق ده النحو بتاع العقل، زي ما كده النحو ده المنطق بتاع اللغة. ده اللي قاله مين؟ أبو حيان التوحيدي، اللي شاف فيه شبه، طبعا ده مفكر إسلامي شاف فيه شبه بين النحو والمنطق من الناحية. طيب إيه أهم مبحث عندنا في المنطق بندرسه؟ هو الاستدلال. إيه الاستدلال ده؟ قلت لكم من شوية عملية عقلية بننتقل فيها من المعلوم إلى المجهول. عندي معلومات هطلع باستنتاجات من المعلومات دي لغايه ما اوصل لمعلومات كانت مجهوله بالنسبه لي. طيب تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده. هنتكلم بعد كده على حاجه مهمه جدا اسمها الحدود المنطقيه. الالفاظ عندنا في اللغه في المنطق مش بنسميها زي اللغه العربيه الفاظ، لا بنسميها حدود. يبقى الالفاظ في المنطق تسمى حدود، بس في فرق بقى، ان الحد المنطقي ليس لزاما، مش لازم يكون لفظ واحد. ممكن الحد المنطقي ده يكون مجموعة من الألفاظ. لو قلت لك القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة دي ده لوحده حد منطقي، وجمهورية مصر العربية ده حد منطقي آخر. ونفهم الحد الأولاني بنسميه إيه والحد التاني بنسميه إيه، لكن أنتوا عارفين إن إحنا أخدنا الكلام ده خلاص إحنا بنراجع. طيب إيه أنواع الحدود؟ قال لك في حد كلي وحد جزئي، ده لو أنت بتصنف الحدود من حيث الكم. في حد موجب وحد سالب، ده لو انت بتصنف الحدود من حيث الكيف. تعال نشوف اول حاجه الحدود من حيث الكم. ايه بقى موضوع الحدود من حيث الكم؟ قال لك والله الحد ممكن يكون جزئي وممكن يكون كلي. هسمي الحد جزئي لو كان يطلق على فرد واحد بالذات ولا يطلق على غيره. لو الحد ده، لو اللفظ ده، لو الكلمه دي ليها ما صدق واحد في الطبيعة، يعني ليها تطبيق أو بتتقال على حاجة واحدة بس في الطبيعة، تبقى حد جزئي. لو بتتقال على حاجات كتير هتبقى حد كلي. طب ادينا مثال.
لو انا دلوقتي قلت لك نهر النيل، دي بتتقال على كام حاجه في الطبيعه؟ هو نهر واحد بس، نهر النيل بتاعنا بس اللي اسمه نهر النيل، مفيش غيره، يبقى ده كده حد ايه؟ حد جزئي. طيب لو قلت لك نهر بس من غير كلمه النيل، كلمه نهر، هتقول لي لا دي بتتقال على حاجات كتير، ده في نهر النيل ودجله والفرات، في نهر جوبا وشبيلي، في نهر مش عارف المسيسيبي، انهار كتير. طيب فهنا دلوقتي هميز من الحد الكلي والجزئي بايه؟ بشوف هو بيطلق على ايه. فانما الحد الكلي عليه بيطلق على اكثر من فرد او شيء باشتراكهم في صفات معينه، باشتراكهم في صفات معينه. كلمه مدرسه هتتقال على مدارس كتير. طيب كلمه مدرسه دي بتتقال على مدارس كتير ليه؟ عشان هم مشتركين في صفات معينه، اماكن بتعلم الطلاب وبتديهم شهادات بعد كده ومعترف بيها او معتمده من وزاره التربيه والتعليم، ففي صفات اهي مشترك. انما لو قلت مدرسه صقر مثلا او مدارس صقر، لا يبقى انا كده ده حد جزئي اللي بيتقال على مدرستنا بس. طيب نيجي ليه حاجه اسمها اسم العلم والحد الجمعي او اسم الجمعي. ايه اسم العلم؟ يعني اسماء الاشخاص، محمد، مروان، الناس دي، رؤوف، صابر، دي اسماء ايه؟ هل الاسماء دي بنعتبرها احنا ايه، جزئي ولا كلي؟ يقول لك لا، لو انت بتستخدمه كاسم شخص هنستخدمه كحد جزئي. انا قلت دلوقتي محمد، فاحنا دلوقتي هتقول لي طب ما في كذا محمد، اقول لك تمام، ولكن اسم محمد لم يطلق على الناس اللي اسمهم محمد دول اشتراكهم في صفات معينه. لا هو مش في صفات معينه ببص عليها ده يتسمى محمد، ده يتسمى ابراهيم، ده يتسمى، لا مفيش كده. انما احنا بنقول محمد، مخنا دلوقتي بيروح لمحمد اللي احنا نعرفه اللي معانا دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه. هقول لك عبد الحميد، مخنا هيروح لعبد الحميد اللي احنا نعرفه، حتى لو انا وانت نعرف كذا واحد اسمه عبد الحميد، بس انا لما بقول لك مخنا هيروح للي انا وانت عبد الحميد اللي انا وانت نعرفه. فاسماء الاعلام هنعتبرها حدود جزئيه، بس اقول لك في حاجه، اسماء الاعلام يا شباب ممكن تتحول لحد كلي لو انت استخدمتها كصفه. يعني كريم ده اسم شخص، يعني اسم يعني حد ايه، جزئي. طب ده وانت بتستخدمه كاسم شخص، انما لو انت هتستخدمه كصفه الكرم، طب ما في كذا حد كريم، لو قلت لك محمد كريم، فكريم هنا يعني هو كريم كصفه، صفته كريم، يا لا يبقى كريم دي هنا حد كلي لان في كذا حد كريم او في اكتر من شخص يتقال عليهم لفظ صفه الكرم. يبقى خلي بالي ان اسم العالم لو هستخدمه كصفه يبقى كلي، لو هستخدمه كاسم عالم يعني اسم شخص يبقى خلاص هنا استخدمته. يشوف معنى الايه، الاسم، لو معنى الاسم صفه يبقى كلي، لو معنى الاسم اسم شخص اقصد بيه اسم الشخص يبقى هنا كلي، يبقى هنا ايه، جزئي. تمام، يبقى اسم العالم جزئي، اسم العالم جزئي ولو استخدمته كصفه يبقى كلي. طب نيجي لحاجه اسمها اسم الجمع. اسم الجمع هو حد كلي هو، بس الفرق بقى ايه، ايه اللي خلينا يعني ايه فصلناه كده عن الحدود الكليه الاخرى؟ يقول لك اصل اسم الجمع ده بيطلق على عده افراد مجتمعين ولا يطلق على اي منهم على حده. كلمه جيش عباره عن ايه؟ هتقول لي لا ده في كذا جيش، في جيوش كتير، كل دوله عندها جيش. تمام، يبقى كلمه جيش هنا ايه؟ هتقول لي حد كلي. تمام، هقول لك بس هنا حد كلي نوعها اسم جمع. يعني ايه اسم جمع؟ اقول لك عشان هي ما بتتقالش على فرد واحد لوحده جيش، ده مجموعه من الافراد مع بعض اسمهم جيش. كلمه مدرسه بتتقال على مدارس كتير، دي مدرسه ودي مدرسه ودي مدرسه. طب لو خدت مدرسه لوحدها وقلت عليها دي مدرسه ينفع؟ ايوه. طب كلمه جيش دي بتتقال على افراد كتير مع بعض اسمهم جيش. طب لو خدت كل فرد من افراد الجيش ده ينفع يتقال عليه لوحده جيش؟ لا، يبقى الجيش ده اسم جمع. يعني في اكتر من فرد جوه الايه؟ جوه الجيش ده. بيتقال عليه اسم جمع. كلمه اسره نفس الفكره، اسم جمع لان يعني في اكتر من فرد جوه الاسره دول، لو خدت واحد من الاسره دي وقلت عليه لوحده اسره مش هينفع. تمام، ده بالنسبه ليه اسم العلم واسم الجمع. هل ينفع احول حد جزئي لحد كلي؟ طبعا ينفع. تعال نشوف ثلاث طرق نحول بيهم الجزئي لكلي، ولو حذفناهم هيرجع جزئي تاني. تعال نشوف الكلام ده يحصل ازاي. اول حاجه، اول طريقه هي الاشاره. انا دلوقتي قلت لك مدرسه هتقول لي ده كده ايه، كلي. طيب لو قلت لك هذه المدرسه، انا بشاور عليها، ما ينفعش تقول كلهم ينفع يتقال عليهم هذه المدرسه، انا بشاور لك بقول لك المدرسه دي، يبقى الاشاره لو اتحطت قبل الحد الكلي يتحول لجزئي. دي اول حاجه.
التخصيص، ايه التخصيص؟ لو انا دلوقتي قلت لك مدارس صقر او مدرسة صقر، يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ خصصت، حطيت كلمة بعد الايه؟ الحد الكلي عشان اخصصها، اخلي الكلمة دي خاصة بمين؟ بالمدرسة دي بس. كتاب، كتاب الايام، يبقى انا كده خصصت كتاب بس حد كلي. كتاب الايام بتاع طه حسين، لا ده حد جزئي. الاضافة، ان انا بنسب الحاجة دي لصفة معينة، اقول لك ده كتابي، ده كتابنا، تمام، ده كتابك. يبقى انا كده عملت حاجة اسمها الاضافة، يبقى تحول الجزئي الى كلي. يبقى في 3 حاجات تحول الجزئي لكلي: اشارة، تخصيص، اضافة. تمام كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي حولت لمين؟ اي حد كلي. عايز تحوله لجزئي، يبقى تعمل حط اشارة، حط تخصيص، حط. العكس بقى، هحذفهم، بقول لك هذا القلم هحوله لي يا سيدي لحد كلي، هو كده هذا القلم جزئي، هتقوم شايل الإشارة، تشيل هذا، يبقى قلم بس. التعميم، بقول لك مسرحية هاملت حولها لي كده لحد كلي، هتقول لي مسرحية، يبقى أنت شلت كده إيه؟ بدل ما هي خاصة بهاملت بس، مسرحية هاملت بس، شلت كلمة هاملت فبقت مسرحية في المطلق، تتقال على مسرحيات كتير، بقت حد كلي. حذف الإضافة، بقول لك كتابك، قول لي كتاب، حذفت الإضافة، يتحول لحد كل. التقسيمة الثانية عندنا يا شباب هي الحدود من حيث الكيف، ودي بسيطة جدا وسهلة جدا. يعني إيه حد بقسمهم لحد موجب وحد سالب؟ يعني إيه حد موجب؟ اللي هو يعبر مدلوله عن وجود الشيء، زي ما بقول لك كده شجاع، يبقى أنا بعبر عن وجود صفة الشجاعة. لو هروح للجزء الثاني ألاقي في حاجة اسمها الحد السالب، اللي هو يعبر مدلوله عن غياب صفة، اللي هو المنفي. يعني أقول لك بدل ما بقول شجاع يبقى حد موجب، بقول غير شجاع، يبقى ده كده حد سالب. نيجي بعد كده حاجة اسمها القضية المنطقية. القضية المنطقية بمنتهى البساطة كده جملة خبرية، جملة خبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. يعني إيه جملة خبرية؟ يعني العبارات الإنشائية لا تعد قضايا منطقية. طب ايه هي يا مستر العبارات الانشائيه؟ اللي هو الامر، النهي، اقول لك انتبه للدرس، لا تدخن. من اول فيلسوف استخدم كلمه فلسفه؟ ليت الشباب يعتاد القراءه، ما اجمل لوحه الموناليزا. كل دي كده بنسميها عبارات انشائيه، الامر والنهي والسؤال والتمني والتعجب. ليه دول مش بنعتبرهم قضايا منطقيه؟ ليه مش بنستخدمهم في المنطق؟ قال لك عشان دول مش بيدوني خبر، مش بيدوني معلومه. لازم القضيه علشان استخدمها في المنطق تكون جمله خبريه تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. لو انا بقول لك لا تدخن، مش هينفع تقول لي القضيه او العباره اللي انت بتقولها لي دي صادقه او كاذبه، لا ده عباره عن نهي. طيب نيجي لي مكونات القضيه. هي القضيه المنطقيه بتتكون من ايه؟ تتكون من 3 حاجات. الحد الاولاني اللي هو عامل في اللغه العربيه كده زي المبتدا، ده بيتقال عليه موضوع. بقول لك الحديد معدن، يبقى الحديد ده الموضوع، ده اللي بتكلم عنه، ده الذي سوف نخبر عنه، يبقى الموضوع هو الذي نخبر عنه، حد منطقي نخبر عنه. تمام. يجي بعد كده ليه؟ طبعا خلاص هو لازم يكون اسم. يجي ليه المحمول. المحمول هو حد منطقي نخبر به، عامل زي الخبر، زي ما يبقى في مبتدا وخبر، ده عامل زي الخبر. بس هنا بقى الفرق عندي ان المحمول ده مش شرط يكون كلمه واحده، ده ممكن يكون اكتر من كلمه. زي ما قلت القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة لوحدها موضوع وعاصمة جمهورية مصر العربية ده المحمول. تمام. طيب نيجي حاجة اسمها الرابطة، والرابطة معناها الحاجة اللفظة اللي بتفيد العلاقة بين الموضوع والمحمول، هل هي رابطة موجبة أو سالبة؟ فلما قلت الحديد معدن معناه هنا إيه؟ لو ترجمت العبارة دي للغة الإنجليزية هلاقي إن في رابطة موجبة ظاهرة. الرابطه الموجبه بتظهر في اللغات الغير عربيه، يعني اي لغه غير اللغه العربيه هتظهر فيها الرابطه الموجبه. فهلاقي فيرب تو بي او فيرب اتر اللي هم موجودين في اللغه الانجليزيه والفرنسيه، دول هم الرابطه الموجبه. لو قلت لك ايرون از ميتال، الاس دي هي ايه؟ الرابط الموجب. في اللغه العربيه هو بيكون ضمير مستتر، مش هقول الحديد يكون معدن او الحديد هو معدن، مش بيحصل الكلام ده. احنا بنفهمها كده ان الحديد معدن، ان في رابطه موجبه، الحديد مع مفهومه بالنسبه لنا مش محتاجه شرح. انما الرابطه السالبه هي اللي بتظهر في اللغه العربيه. اقول لك الحديد ليس معدن، كلمه ليس دي ظهرت، هي دي يسموها رابطه سالبه.
يبقى الرابطة السالبة هي اللي بتظهر عندنا في اللغة العربية. طيب تعال نشوف بقى ده احنا كده بنتكلم على الروابط اللي هي بتبقى جوه القضية. طب تعال نشوف الرابط اللي يربط قضية بقضية. يعني انا بقول لك الحديد معدن، الرابطة الموجبة المستترة اللي مش باينة دي اللي في النص اللي هي بتفيد الاتصال بين الموضوع المحمول، دي كده اسمها ايه؟ دي رابطة كمكون من مكونات القضية. طب في روابط تانية تربط قضية بقضية، فتعمل لي حاجة كده بنسميها قضية مركبة. ايه بقى الروابط دي؟ يقول لك عندنا أربع روابط. إيه الأربع روابط دول؟ أول رابط عندنا هو رابط السلب أو النفي اللي هو لا ليس. ولا أو ليس ده مش بس بيستخدم مع القضايا المركبة، ده ممكن كمان يستخدم مع القضايا البسيطة. فلما أقول لك ليس كل ما يلمع ذهبا، ما هو استخدمته مع قضية. طب ليس إذا كان الجو صحو كان ممطرا، أهو قضيتين مع بعض أهم نفيتهم مع بعض. يبقى ده بالنسبة لي رابط السلب. الرابط الثاني الوصف عكس السلب، اللي هي بتكون و أو لكن، بس انتوا عليكوا و ماشي. رابط الوصل أو العطف، نام الحارس واستيقظ اللصوص. أهو نام الحارس دي قضية واستيقظ اللصوص دي قضية، أنا وصلتهم ببعض. يبقى الواو هنا ده رابط تسميه الوصل أو نسميه العطف. في رابط تاني اسمه الفصل، اللي هي بيكون أو وساعات يجي بإيه؟ إما أو، يبقى كلمة أو في المطلق رابط فصل. سأذاكر دروسي أو أستمع للموسيقى. يبقى ده هنا إيه؟ رابط فصل. في رابط شرط اللي هو إذ أو إن. إذا زرتني سأكون في انتظارك، يبقى رابط الشرط إذا و أو إن. تمام؟ ده بالنسبة للروابط القضوية، اللي هي الروابط اللي بتدخل قضيتين مع بعض فتتحول بعد ما كانت قضية واحدة، لا انا ربطت قضيه كل قضيه منهم ايه بالثانيه. فتح هنا في تقسيم القضايا المنطقيه، لو قضيه واحده بقول عليها بسيطه، لو قضيتين وفي بينهم رابط قضوي يتتحول كل قضيه من القضايا البسيطه الاثنين بقوا قضيه واحده مع بعض، فبقت هنا قضيه مركبه. اقول لك احمد مهندس وعلي طبيب، احمد مهندس كانت قضيه بسيطه، علي طبيب قضيه بسيطه. طب لما حطيت الواو بينهم هما الاثنين بقوا هما الاثنين قضيه واحده، بس يتقال عليها قضيه مركبه. طيب ده بالنسبة لتقسيم القضايا. خلاص عرفنا إن المركبة بتتكون من قضيتين أو أكتر وبينهم رابط قضوي على الأقل. من الناحية المنطقية ممكن أقسم القضايا، أنا كده قسمتهم من ناحية التركيب قلت بسيط ومركب، بس من الناحية المنطقية ممكن أقسمهم تقسيمة تانية. أول نوع من القضايا هنا بنسميه القضايا التكرارية، التحصيل حاصل اللي هي مش بتوصل للجديد. أقول لك كل العزاب مالهم غير متزوجين. طب ده حاجة بديهية فعلا، هو عازب يعني غير متزوج، فده في المنطق بنسميها قضية تكرارية ودي يستحيل كذبها، دايما صادقة على طول. عكسها القضية المتناقضة، أقول لك بعض العزاب غير أو أقول لك بعض العزاب متزوجين. إيه ده؟ ده كده دي كاذبة دايما، يبقى المتناقضة كاذبة على الدوام والتكرارية صادقة على الدوام. التكرارية بتقول نفس المعلومة، أقول لك الأرملة من مات زوجها، دي كده اسمها تحصيل حاصل أو تكرارية. المتناقضة أقول لك كل العزاب متزوجين، دي كده إيه متناقضة بتناقض بعضها. ودول مش بنستخدمهم كتير، أكتر قضية بنستخدمها هي القضايا العرضية اللي إحنا هنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. لما اقول لك عاش الموسيقار الالماني بيتهوفن في القرن العشرين، هذه قضيه كاذبه. يقع مبنى الامم المتحده في نيويورك، دي قضيه صادقه. يبقى القضايا العرضيه هي التي تحتمل الصدق والكذب، ودي لا هي تكراريه ولا متناقضه، ودي اكتر حاجه بنستخدمها سواء في حياتنا اليوميه او في المنطق طبعا. طيب ايه التحليل التقليدي للقضايا الحمليه؟ تعال نشوف كده ازاي بنحلل القضايا دي او القضيه دي ايه انواعها. يقول لك ان انا عندي اربع انواع في القضايا. القضيه دي ليها اربع انواع. اول حاجه ان هي تكون كليه موجبه، اقول لك كل الفلاسفه حكماء، دي كده اسمها كليه موجبه. طب لازم يجي اولها كل؟ لا، ممكن يجي حاجه تانية، ممكن يجي قبلها كلمه جميع، شمول، كافه، عموم، لا و... طب ماشي سيب لها واحد دلوقتي عشان تيجي في الايه في الكليه الثالثه. 100% يبقى قبيل، كل، كافة، جميع، تمام، عموم،
كل ده كده تبقى القضية دي كلية، مش لازم يجي لي في أولها كل، ممكن يجي لفظ تاني من ده. أقول لك كافة الفلاسفة حكماء قضية كلية. كلية إيه؟ مجابة، لأن الموضوع والمحمول هنا إيه؟ آه متصلين ببعض مش منفصلين. طيب تعال نشوف اللي بعدها، تبقى جزئية مجابة. إيه الجزئية المجابة دي؟ هيقول لك تشيل كل اللي في الأول ده اللي هو بنسميه السور ده، ونحط مكانه سور آخر اسمه بعض، قليل من، كثير من، معظم، 90%، كلها حاجات بتقول لك ايه؟ نسبة. كلها حاجات بتقول لك انها مش بتكلم على كل الموضوع. يبقى هنا القضية ايه؟ اقول لك بعض العلماء الشعراء، يعني في علماء مش شعراء، يبقى القضية دي جزئية. جزئية ايه؟ جزئية مجابة. طيب تعال نشوف بقى الكلية السالبة. لو قلت لك كل الفلاسفة ليسوا حكماء، دي كلية سالبة. تلاقي كل ما ليس. طيب او تلاقي في الاول لا، يبقى لو لقيت في الاول لا او كل ما ليس، يبقى دي وانت مغمض كلية سالبة. كل الفلاسفة مالهم؟ ليسوا حكماء. اه ده انا فصلت الفلاسفة مالهمش علاقة بالحكمة. لا عالم جاهل. اه ما دام جت لا في الاول خلاص، يبقى دي وانا مغمض كده قاعدة كلية سالبة. طب فاضل عندي نوع كمان اللي هو الجزء السالب. انا قلت فوق بعض العلماء شعراء، بعض العلماء ليسوا شعراء. طب في طرق تانية للجزئية السالبة اه غير بعض وليس؟ ممكن تيجي ليس بعض او لا، او اي واحدة من اللي فوق اللي احنا اتكلمنا عليهم بتوع الكلية. يعني مش لازم اقول ليس بعض، ممكن اقول ليس كل، ليس كافة، ليس جميع. يعني انا لو حطيت ليس وحطيت اي صور من بتوع القضية الكلية اللي فوق دول، فانا كده نفيت إيه؟ آه يعني حولت القضية لجزئية سالبة. فكل الفلاسفة حكماء لو حطيت قبلها ليس في الأول بقت جزئية سالبة. جزئية سالبة، يبقى ليس كل الفلاسفة حكماء، دي جزئية سالبة. ده بالنسبة لي التحليل التقليدي للقضايا الحملية. في حاجة كمان خدناها اسمها الاستغراق، والاستغراق معتمدة بشكل كبير على إن أنا أكون فاهم التحليل التقليدي بتاع القضايا الحملية أو التقسيم بتاع القضايا. طيب إيه بقى؟ قال لك بمنتهى البساطة كده الاستغراق ده معناه إن الحكم هنا يشمل جميع أعضاء الموضوع ولا جميع أعضاء المحمول ولا الاتنين مع بعض، هو ده معنى الاستغراق، ولا لا بيشمل كل الموضوع ولا كل المحمول. فكلمة مستغرق بتتقال يا على الموضوع يا على المحمول. فلو قلت لك هنا الموضوع مستغرق، يعني الحكم اللي أنا بتكلم عليه شمل كل الموضوع. لو قلت لك المحمول مستغرق، يبقى الحكم اللي في القضية شامل كل أفراد المحمول. تمام. طيب هنعرفها إزاي كده عشان نلخص؟ آه بمنتهى البساطة كده في كلمتين، دور على الكليات والسوالب. لقيت القضية كلية يبقى الموضوع مستغرق، لقيت القضية سلبية يبقى المحمول مستغرق، أي حاجة غير كده مش مستغرق. يبقى الكاف والسين هي الخلاصة بتاعة الاستغراق. كاف يعني القضية كلية. طب لو القضية لقيتها كلية نوعها كلي، قلت لك اه كل مش عارف الأثرياء بخلاء، هي قضية كلية. دي تبقى تستغرق ايه؟ قال لك تستغرق الموضوع. يبقى الكلية الموجبة تستغرق الموضوع بس. طيب لو لقيتها سالبة، لو لقيتها سالبة يبقى كمان بتستغرق مين؟ بتستغرق المحمول. تمام. يبقى لو كلية موضوع، لو سالبة تستغرق المحمول. كل الجنود أبطال، ده إيه دي؟ دي كلية موجبة، يعني ما فيش سالب، كلية موجبة هي، يبقى موضوع بس. كل الأثرياء ليسوا بخلاء، إيه ده؟ ده الاتنين إيه؟ دي كلية وسالبة مع بعض، يبقى تستغرق الاتنين موضوع ومحمول. بعض الطلاب مجتهدون، طب دي لا هي كلية ولا هي سالبة، يبقى لا تستغرق موضوع ولا تستغرق محمول. بعض الطلاب ليسوا ناجحون، اه دي سالبة بس مش كلية، هي جزئية سالبة، سالبة بس، يبقى تستغرق المحمول فقط. ده بالنسبة للاستغراق، وموضوع بسيط جدا وسهل ما فيهوش أي صعوبة. نيجي للاستدلال. الجزء ده احنا يعني هنتكلم بس على الاستدلال المباشر في الترم الأولاني، ودي آخر حاجة بنختم بيها، وبعد كده هنتكلم على أو هنكمل كلامنا عن الاستدلال غير المباشر إن شاء الله في الترم. ايه الاستدلال؟ والله دي عملية عقلية بنوصل من خلالها لنتائج، عملية منطقية ننتقل فيها من مقدمات إلى نتيجة. شوف الدخان، اه ده يبقى في حريقة هناك أو في نار. تفتح التلفزيون تلاقي فريقك اللي بيلعب 10 لعيبة، اه يبقى اتطرد منهم حد. ده كده اسمه الاستدلال.
طيب أول حاجة عندي هنتكلم عنها الاستدلال المباشر، أو دي آخر حاجة هنختم بيها، يعني اللي هو الإيه، التقابل بين القضايا. إزاي أقدر أستنتج من قضية واحدة صدق أو كذب بقية القضايا الأخرى اللي هي بتختلف بقى أو تتفق في الموضوع المحمول بس تختلف في الكم أو الكيف؟ يعني إيه الكلام ده؟ هنفهم دلوقتي واحدة. في مجموعة كده من القواعد زي ما أنتم شايفين المربع اللي قدام ده، يسموه مربع التقابل أو مربع أرسطو. أول حاجة لازم أعرفها العلاقات. القضية اللي فوق عندي هنا كاف ميم الكلية الموجبة، والناحية التانية في وشها كاف سين، العلاقة بين الاتنين كده اسمها تضاد. طيب لو بصيت تحت هتلاقي جيم ميم القضية الجزئية الموجبة، ايه علاقتها بكاف ميم اللي فيها؟ يقول لك اسمها تداخل. طب ايه علاقة جيم ميم بجيم سين اللي جنبها؟ يقول لك اسمها دخول تحت التضاد. يبقى انا دلوقتي عرفت العلاقة بين كاف ميم وكاف سين اللي هما الكلية الموجبة والكلية السالبة، بنسميها ايه على مربع التقابل؟ اسمها علاقة ايه؟ تضاد. طيب وجيم ميم وجيم سين دخول تحت التضاد. طب لو هما الاثنين مختلفين او الاثنين متشابهين في الكيف، اهو كاف ميم مع جيم ميم اهو نفس الكيف الاثنين موجب، يبقى العلاقه بينهم اسمها تداخل. طب كاف سين وجيم سين نفس الفكره تداخل. طب لو الاثنين مختلفين كما وكيفا، يعني كاف ميم وجيم سين اللي هما في وش بعض دول في المربع، او جيم ميم وكاف سين، اسمها تناقض. طيب ده بالنسبة لي مربع التقابل. لما بيديني أي قضية ببتدي إن أنا أجيب بقية القضايا منها. فلو قلت لك مثلا كل الفلاسفة حكماء، هتقول لي أه والله دي كلية موجبة، أقول لك تمام، تكتبها عند حتة كاف ميم اللي فوق دي اللي هي الكلية موجبة، وفي وشها تقوم كاتب كل الفلاسفة ليسوا حكماء الكاف سين بتاعتها، وتحتها هنا جيم ميم هتكتب بعض الفلاسفة حكماء، وفاضل عندي جيم سين هتبقى بعض الفلاسفة ليسوا حكماء. وبعد كده ببتدي استخدم ايه؟ هو القضيه اللي هيديها لي دي هيقول لي اذا كانت صادقه ولا كاذبه. طيب لو اداني كاف ميم او كاف سين، يعني حد من الاثنين اللي فوق، يا الكليه الموجبه يا الكليه السالبه، اداها لي وقال لي عليها صادقه، يبقى الثانيه اللي في وشها، يعني انا دلوقتي خلينا نشتغل على كاف ميم عشان ما نتلخبطش مثلا، بس هي لو كاف سين نفس الموضوع. لو اداني كاف ميم الكليه الموجبه وقال لي عليها صادقه، القاعده بقى بتقول لي بص على التضاد اللي في وشها الكاف سين، يقول لك ايه؟ لو واحده صادقه تبقى الثانيه كاذبه، يبقى اذا صدقت كاف ميم اللي في وشها كاف سين تبقى كاذبه. تمام. طيب يبقى القضيه التقابل بالتضاد خلاص انا عارف، اذا صدقت احدى القضيتين كذبت الاخرى. لو اداني كاف ميم صادقة يبقى كاف سين كاذبة. طب لو اداني كاف سين صادقة تبقى كاف ميم ايه؟ كاذبة. طب ده بالنسبة للصدق. طب لو اداهالي كاذبة اقول يبقى التانية ايه؟ مجهولة. اذا كذبت احداهما التانية تبقى مجهولة، ممكن تبقى صادقة وممكن تبقى كاذبة، معرفش، هقول عليها مجهولة. يبقى فوق انا خلصت كده التضاد خلاص، اداني اي قضيه من اللي فوق دول سواء الكليه الموجبه او الكليه السالبه قال لي عليها صادقه، الثانيه تبقى كاذبه. لو كاف ميم صادقه تبقى كاف سين كاذبه. طب لو اداني كاف ميم كاذبه اقول له كاف سين مجهوله. ده بالنسبه لعلاقه التضاد. نيجي لعلاقه التناقض. التناقض دايما عكس بعض. اداك كاف ميم، كاف ميم دي ادالك صادقه اللي في وشها جيم سين كاذبه، اداك كاف سين صادقة اللي في وشها كاف سين كاذبة. طب اديها لك كاذبة أي واحدة منهم تبقى اللي في وشها صادقة. يبقى التناقض دايما عكس بعض، ما فيهاش مجهول. التناقض اعكس، دي صادقة تبقى دي كاذبة، اداك دي كاذبة تبقى دي صادقة. يبقى كده عرفنا قاعدة التضاد وقاعدة التناقض. طيب تعال نشوف الدخول تحت التضاد. جيم ميم وجيم سين، لا جيم ميم وجيم سين الموضوع مختلف. تحت لو اداني جيم ميم صادقة تمام هتبقى اللي في وشها جيم سين مجهولة. يبقى لو اداني جيم ميم الجزئية الموجبة اداها لي صادقة، يبقى الجزئية السالبة اللي في وشها مجهولة. طب لو ادالي جيم ميم كاذبة تبقى اللي في وشها جيم سين صادقة. يبقى تحت انا عكست، تحت انا بعرف اطلع بنتيجة، لو اداني كده اعكس واقول التاني صادق،
انما لو اديها لي تحت صادقه ما بعرفش اطلع بنتيجه وبقول اللي في وشها مجهوله. فوق العكس، لما كان مديني كاف ميم صادقه قلت كاف سين كاذبه، انما لما اداني كاف ميم كاذبه قلت دي ايه، كاف سين تبقى ايه، كليه السالبه تبقى مجهوله. طيب جيم ميم تحت اهو في المربع بتاع التقابل، جيم ميم الجزئيه الموجبه او جيم سين مش هتفرق، زي بعض نفس القاعده. لو اداني الجزئيه الموجبه ادهالي صادقه يبقى خلاص جيم سين مجهوله. طب لو اداني جيم ميم كاذبه يبقى نعكس، يبقى جيم سين صادقه. فاضل عندي قاعده واحده اللي هي التداخل. التداخل بقى برضه نفس الفكره، كاف ميم وجيم ميم نفس علاقه كاف سين بجيم سين، اللي هيمشي هنا هيمشي. لو اداني كاف ميم اللي فوق دي صادقه، اللي تحتها جيم ميم تبقى ايه؟ تبقى زيها، صادقه زيها. طب لو ادالي كاف ميم كاذبه، طب جيم ميم تبقى ايه؟ تبقى مجهوله. يبقى لو اداني كاف ميم كاذبه جيم ميم اللي تحتها تبقى مجهوله، انما لو كانت جيم ميم صادقه كانت خلت جيم ميم صادقه زيها. طب لو هنطلع من تحت الجيم ميم، لو الجيم ميم بقى هو اللي مديني قضيه جزئيه موجبه وقال لي القضيه دي صادقه، هتعرف ان كده كاف ميم ايه؟ لا، هنا بقى كاف ميم تبقى مجهوله. انا بجيب القاعده من القضيه اللي بيديها لي، لو جا لو اداني الجزء الموجب او الجزء السالب مش هتفرق، وقال لي عليها صادقه يبقى اللي فوق كاف ميم اللي هي متداخله معاها مجهوله، انما لو كانت اداها لي كاذبه كانت خلت اللي فوق كاذبه زيها. عشان كده بنقول اللي تحت بيحبوا الكذب واللي فوق بيحبوا الصدق. لو اداني فوق صدق هطلع بنتائج، مش مفيش مجهولات. لو اداني تحت كذب هطلع بنتائج، مفيش مجهولات. المجهول يجي امتى؟ لو فوق فيه كذب وتحت فيه صدق. عشان كده قلت لك لما جيم ميم او جيم سين تبقى صادقه يبقى المتداخله معاها مجهوله. تمام؟ انما لو جيم ميم كاذبه او جيم سين كاذبه يبقى المتداخله معاها تكون ايه؟ تكون كاذبه زيها. بكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالمنطق، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.